في النشاط الاقتصادية كشف وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين ميرزا عن مسعى الهيئة الوطنية للنفط والغاز لطرح ثلاثة قواطع للتنقيب عن النفط والغاز في عدة مناطق بالمملكة اثنان منها بحرية وواحد للطبقات العميقة وأوضح وزير الطاقة للنشاط الاقتصادية على هامش حضوره افتتاح المعرض الثاني عشر للعلوم الجيولوجية بالشرق الأوسط جيو 2016 أن هناك العديد العديد من الشركات النفطيه ابدت رغبتها في المشاركه باعمال التنقيب على النفط والغاز خلال العامين السابقين وبين وزير الطاقه ان انشاء وتطوير المشروعات الاستراتيجيه في مجال الطاقه يحظى بدعم القياده الرشيده ويمضي بخطى متسارعه لتامين احتياجات البحرين الحاليه والمستقبليه من مصادر الطاقه المختلفه. مملكه البحرين الان تدعو الشركات العالميه لزياره غرفه المعلومات حيث عندنا غرفه معلومات فيها جميع المعلومات عن المسوحات اللي عملت في السابق ويمكنهم النظر الى هذه المعلومات واخذ القرار اذا كانوا بيشاركوا ويانا في عمليات الاستكشاف القادمه اللي بنطرحها كقواطع. في مملكة البحرين تم اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري حيث قدمت السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضا موجزا حول المحفظة المالية والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي وتخصص لدعم النشاط التجاري للمراه في المشاريع الصغيره والمتوسطه بدعم من تمكين واداره بنك البحرين للتنميه وقالت الانصاري ان اطلاق محفظه مخصصه للمراه البحرينيه الراغبه في دخول مجال رياده الاعمال ياتي لدعم وتنميه مشاريع المراه البحرينيه والمساهمات في تذليل الصعوبات التي تواجه المراه المستثمره مؤكده ان المحفظه الحاليه تقدم امتيازات متعدده لرائدات الاعمال من خلال الدعم المقدم من تمكين ارباح العمليه التمويليه والدورات التدريبيه والاستشاريه التي سيتم تقديمها من قبل بنك البحرين للتنميه لرائدات المستفيدات من المحفظه حقيقة هذا تطور ملموس كبير فيما يختص في دعم المرأة البحرينية وتمكينها من الناحية الاقتصادية حيث أن التمويل يعتبر جزء أساسي في تطوير عمل اي مؤسسه ما سواء للرجل او المرأة وحقيقه هذه المحفظه تحتوي على من خصائصها اشياء كثيره يعني تعطي للمراه حافز اكبر للبدء في عملها الحر. طبعا المستفيدين اللي هذه المحفظه ممكن ان هي تكون المؤسسات المستجده وايضا المؤسسات الناشئه، بالنسبه حق المس المؤسسات المستجده طبعا هناك في برنامج يكون باعطاء نوع من الاستشاره بالنسبه حق هاي المؤسسات والهدف من ذلك ان انت ترفع من احتماليه نجاح هذه المؤسسات عن طريق تثقيف رائدات الاعمال اقفل مؤشر البحرين العام اليوم بانخفاض وقدره 9.21 نقطه عن معدل الاقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون وسبعمائة وواحد ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر سهما بقيمة إجمالية قدرها مئتين وسبعة وأربعين ألف ومائة وعشرين دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال خمس وثلاثين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 88% من القيمة الإجمالية للأسهم